مش ثوريه. الاحكام الصادره نهار 12 اكتوبر 2016 في حق 11 شاب من مدينه قليبيا، تسعه منهم الاحكام 14 عام وزوز 4 سنين، زاد كيف كيف فما تسعه منهم الاحكام حضوريه بالاعتبار، وقع الاستئناف الحكم زاد ما تعينت لهمش جلسه، وزوز اخرين انا وربيع عبد الجواد الاحكام فينا غيابيه، دونك اليوم كانت جلسه اعتراضيه طلبنا فيها الاعتراض شكلي على الحكم وتقبل الاعتراض، وتأجلت الجلسه لحين اضافه الملف الاصلي اليوم 15 فيفري 2017. فما زوز احكام اعتراضيه اللي جلستهم اليوم وفي حق الشابه مريم الجربي وربيع عبد الجواد، اعترضنا لهم اليوم، تم قبول اعتراض شكلا، يعتبر الحكم اللي في حقهم ب 14 سنه وشهر بعد ما تم قبول الاعتراض من طرف المحكمه الدائره الجنائيه، الحكم هذا يعتبر طاح، تأجلت القضيه ل 15 فيفري 2017 للترافع، وان شاء الله معناتها للفريق الدفاع الكل باش يكون جاهز يوم 15 فيفري. بالنسبه لباقي الشباب هي حكمت هي الاحكام فيهم حضوري بالاعتبار، قمنا بالاستئناف في حقهم وهم التسعه شباب، تسعه متهمين، مازالت ما تعينتش الجلسه نتاعهم، باش نتصلوا معناتها بالمحكمه بسيد رئيس المحكمه وبحول الله باش نحاولوا معناتها نعينوا لهم جلسه في اقرب وقت.